هو من عسد التحتاش انكرويابل انكريديبول يا ليو ماني يا سلام فعلها الاسمراني ودونها الاسمراني وماني ماني ماني غدارة يا كرة القدم غدارة يا كرة القدم قاتلة كرة الروما إعداد إمشاري الخزين عدي عوض تقديم إمشاري الخزين تحليل رياضي مشعل الغنزي هندسة حسن الشطي تنفيذ مصطفى عبد الصمد إخراج خالد ملك FM مساكم الله بالخير مستمعينا مشاهدينا حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي كيكوف في تغطية مشتركة ونقل مباشر ما بين قنوات كويت سبورت وإذاعة صوت الشباب أوف أم وكالعادة أقول لكم وابتدى المشوار مع عناوين أمراء باريس يحتلون غرب لندن ويتأهلون للربع النهائي وتشيلسي يودع دوري الأبطال لفترة قد تكون طويلة لقاء التاريخ في الأنفيلد الليلة ليفربول واليونايتد للمرة الأولى أوروبيا وقمة ممتعة متوقعة في ألمانيا دورتموند يستضيف توتنهام رجعنا معاكم متابعينا نرحب في كل من يشاهدنا وفي كل من يسمعنا باسمكم نرحب في رئيس نادي مشجعين نادي ليفربول بالكويت الأخ الحبيب بدر دشتي مساك الله بالخير وحياك الله معنا في كيكوف مساك الله بالنور ونمسي عليكم وعلى الجماعة وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة أكيد حلقة ممتعة لأن اليوم أول مباراة تاريخية في أوروبيا ما بين وهي مباراة تسمى في كلاسيكو إنجلترا ما بين ليفربول واليونايتد باسمكم أيضا متابعينا نرحب في محلل برنامج كيكوف مشعل العنزي أبو عبد الرحمن مساك الله بالخير مساك الله بالخير أبو محمد مسي عليكم مسي على المستمعين والمشاهدين وأخوي بدر دشتي رئيس نادي مشجعين ليفربول في الكويت مو ملاحظ أن بدر شوية في ضغط على المباراة أو لا اليوم الحلقة الليفربولية خاصة مشعل وبدر بالحلقة بعد لا مشعل هني محايد ما غير أكيد لا بس مو كان خايف من مباراة أبو عبد الرحمن ما حسيت كذي من بدر والله مع إنه رئيس مشجعين نادي ليفربول يعني المفروض راح يبين بالحلقة أكيد إذا متابعينا نذكركم في سؤالنا توقعاتكم لقمة اليوم ما بين ليفربول واليونايتد وتعليقاتكم عليها من اللاعب اللي راح يكون نجم اللقاء كما نرحب في تعليقاتكم وفي رأيكم في مباريات الأمس وتأهل باريس وخروج تشيلسي للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22421996 أو 22327582 Kickoff. Champions League. دوري أبطال أوروبا. نعم متابعينا جدد باريس سان جيرمان فوز على تشيلسي بنفس نتيجة الذهاب 2-1 بهدفي رابيو وإبراهيموفيتش ليتأهل الفريق الباريسي لربع نهائي دوري الأبطال إبراهيموفيتش قدم السلطة إصابة
انفجار في هذا المشوار في حديقة الأمناء. كيك اوف. رجعنا معاكم متابعينا، نجدد الترحيب في كل من يشاهدنا وفي كل من يسمعنا. وعبد الرحمن، هذه أول مرة يفوز فيها فريق باريسي بالأراضي الإنجليزية. طبعا مشاري، تكلمنا وذكرنا أن هي ممكن أول فوز لباريس سان جيرمان على الأراضي الإنجليزية. قلنا أنه لعب 5 مباريات لعب 6 مباريات ما سجل إلا في مباراة السنة الماضية، فهالمرة لا سجل وفاز. فهو أمر الأمانة يحسب لباريس سان جيرمان، والطرف الأفضل شفنا فاز. نعم فاز وتأهل على حساب تشيلسي، اللي توقعنا أنه ممكن يكون الشامبيونز ليج هو آخر. لما أنا توقعت 2-1 أنت عبد الرحمن. نعم أكيد، أنا دائما متوقعها صح يعني. 2-1 بس لتشيلسي، يعني أهم شيء النتيجة صح. لا بس أبو محمد، خلنا أقول لك، أنت لابس باريس سان جيرمان جميلة. إيه؟ بس أنت مو حقاني أبو محمد. ليش؟ والله ليش أبو محمد؟ يعني والمستمعين، أمس أنا قلت ذكرت أنت توقعك صحيح. لا ما ذكرت. الحين تبين نرد الأمس بعد؟ ما ذكرت، قلت أنا الورقة مال التوقعات ملاقية. موجودة ورقة اليوم. مالت أول أمس وينها؟ ما يصير. لازم نحضر حق كل حلقة، ولازم كل حلقة كل حلقة بحلقتها أكيد. نسأل بدر دشتي، هل كان تأهل باريس مستحق؟ والله الصراحة المباراتين باريس لعبوا بطريقة، يعني كل موسم عن موسم باريس قاعد يتقدم بالمستوى الصراحة. نعم. وأنك تفوز من إنجلترا وبستانفورد بريدج مو سهل أنك تفوز. قاعد يلعب مهاجم واحد مباراتين وقاعد يأدي الفريق بشكل ممتاز، وكانت مثل ما قال اخوي مشعل ان اخر فرصه حق تشيلسي انه يتاهلون ويسوون شيء بهالبطوله، بس ما حالفهم الحظ. احنا كنا نتمنى ان فرق انجليزيه تتاهل عشان المقعد الرابع، عشان ليفربول. اي ما عدا فريق واحد طبعا. اكيد ابو عبد الرحمن، شنو مشكله تشيلسي امس؟ مشاري، غياب العناصر او افضل لاعبينك في مباريات حساسه مثل هذه معناته خروجك من البطوله. يعني من وجهه نظري، او امس توقعنا ان هازارد يكون هو نقطة التحول في مسيرة تشيلسي، للأسف كان مخيب للظن. وإصابة كوستا نعم. بالنسبة لي هي كانت نقطة التحول في نتيجة المباراة. شفنا كوستا هو أفضل لاعب من وجهة نظري من تشيلسي، أصيب وخرج وما في بديل يعوض كوستا. نعم. وطريقة لعب كوستا اللي أمس للأمانة خلينا نقول بالعامية كان ممزج، وكان قاعد يلعب مباراة كبيرة. أضيف لكلامك البداية اللي تفضلت فيه، هازارد أمس كان في غضب جماهيري كبير بين الشوطين، وهو مستحق. لا بين الشوطين. ليش أبو عبد الرحمن؟ لأنه قام في تبديل التيشيرت مع ديماريا، والفريق يعني كان يحتاج أنه يكون أكثر تركيز على المباراة، وهذه ردود فعل الجماهير دائما. طبعا هي حقانية من وجهة نظري، أنه يعني بعض اللاعب. أنت مع التصرف؟ لا طبعا، يعني في جمهور في الملعب، 40,000 متفرج نفترض موجودين وحاضرين في الملعب، مو على أساس أنه يشوفونك أنت تبدل تيشيرت مع ديماريا بين الشوطين، لا، على أساس أنت تقدم مباراة كبيرة وتساعد فريقك أنه يتأهل. أنت وهم يفهمونها بعد مشاري فهم آخر، أن أنت بدلت التيشيرت مع ديماريا بين الشوطين كأن المباراة انتهت أو حسمت، وهو أمر غير جيد. وأتوقع هازارد يمر فترة سيئة جدا مع تشيلسي. بدر، من 10 تقييمك لمدرب باريس سان جيرمان بلان؟ طيب 8/10 على أدائهم بالمباراتين الصراحة. نعم. بس هم غياب عناصر تشيلسي، يعني إصابة كوستا أمس أثرت. إصابة كوستا أثرت، مع أن كوستا يعني هو كان النجم الأوحد وضيع كذا كرة، وكان نعم. فيها في أنانية عنده بكذا نعم. كرة. أي. يعني كان يقدر يخلص المباراة من الجيم الأول. أسست لبيدرو إذا ماني غلطان. أسست لبيدرو بس. أي. هو تأنن فيها وحاول أنه ياخذ. أيضا بيدرو فابريغاس ما كانوا في مستواهم الوحيد. غياب ماتيتش نظري. نعم. ولكن اللي من وجهة نظري الوحيد اللي كان على قدر المستوى كندي اللي لعب باك شمال، وما لعب بابا الرحمن مثل ما تكلمنا، وويليان وكوستا، أما الباجين
كيهل شو يسوي بالهدف الاول؟ يعني ابراهيموفيتش قص المفروض انه يكون يتحرك راح انت لو تب تشوف راح خطوتين معاه كان يروح يبي يغطي نص لا غطيت لا ولا رحت للاعب. والهدف الثاني لباريس سان جيرمان اذا تبي تشوف اللعبه لعبه 1 2 من امام فابريغاس نعم ما كمل مع اللاعب اللي راح معاه أزبيليكويتا ما كان بمكانه وسجل الهدف الثاني بكل أريحية. للأمانة دفاع تشلسي وغياب زوما وغياب تيري أتوقع هو التأثير ولكن يستحق باريس وهو يعني المستحق في التأهل ما بينه وبين تشلسي. إبراهيموفيتش يتقدم السلطان إصابة زلاتان يا سادة يسلم عليكم ويحييكم. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22421996 أو 22-32-75-82. رجعنا معاكم متابعينا. عبد الرحمن قبل المباراة المراسلة سألت إبراهيموفيتش أنت لا تسجل في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية، رد عليها إبرا إذن الآن لدي رقم جديد لكسرة. تعليقك على أداء إبراهيموفيتش أمس وتصريحه قبل المباراة؟ سجل هدف وصنع هدف، والأمانة إذا هو كان رقم يعني مو محققة إبراهيموفيتش حققه في مباراة الأمس، واللي هو أيضا من وجهة نظري أحد أو إذا ما كان أفضل لاعب في باريس سان جيرمان. سجل هدف وصنع هدف، بالإضافة إلى يمكن دي ماريا قدم مباراة جميلة، ماكسويل اللي أنا يمكن قلت أمس ولكن أثبت ماكسويل أنه هو من يعني أفضل لاعبين باريس سان جيرمان خصوصا في مباراة الأمس. دي ماريا قلنا كان مستوى ممتاز. الحارس تراب نعم. يعني مثل ما خلنا ننسب الفضل لإبراهيموفيتش في التأهل، هو يأخذ حصة من هذا المدح ويعني حصة من أسباب تأهل باريس سان جيرمان لأنه قام بتصديات على مدار المباراتين. بدر إيش رأيك في اللي يقول إبراهيموفيتش ما يظهر في المباريات الكبيرة؟ صعب إنك تحكم شيء على إبراهيموفيتش، بس هذا واقع. بعض المتابعين أطلقت التهمة على إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش يعني يطلع لك بأي لحظة يخلص لك المباراة، يعني لاعب مو عادي، لاعب فوق السوبر صراحة. اللي سواه أمس هو دي ماريا بالتفاهم بالكرات العرضية بالونتول اللي بينهم، تفاهم مو طبيعي. يعني ما تشوف دي ماريا رد إلى مستوى أيام مدريد. ليش مستوى دي ماريا اللي قاعد نشوفه في باريس ما ظهر مع مانشستر يونايتد؟ كان في اختلاف بينه وبين المدرب، يعني المدرب يشتري لاعب مثل دي ماريا ويحطه على الخط ويلعب أشلي يونغ، هذه يعني واضحة. بس كان في توظيف، كان مستواه تعبان، ما استقر. ليش؟ شنو السبب؟ ما استقر في البلد نفسي، ما استقر في المنطقة، ما استقر في السكن، باقوا بيتهم ما أدري وهددوا عائلته وبعدين لاعب لاتيني في لندن أو في بريطانيا بشكل عام ما يستقر كحال يعني اللاعبين الآخرين الأوروبيين. وباريس وخلنا نقول أسبانيا والدول الأخرى الأوروبية غير عن بريطانيا، فلقى الاستقرار في باريس من وجهة نظري. يعني ما يلام فان جال لأن لاعب تشتريه بشيء 60 مليون ويقدم هذا المستوى، لا مو ألعب أشلي يونغ قبله، ألعب أصغر لاعب. ليش عندك المشكلة الحين قاعد يواجهه مانشستر مع ديباي هولندي؟ نعم
وايضا ما قاعد يلعب بس ما يخالف ايضا خذ فرصه ولا يجي المدرب وهو كان يدربه بالمنتخب كان بدر تقول في علامات استفهام على فان في يعني انا ما اقدر اقيم كمدرب صراحه راح نوصل لمباراه مانشستر ليفربول اكيد ابو عبد الرحمن ابي رايك في تصريح هيدينك الفريق الافضل هو من تاهل لديهم صحيح لديهم دكه بدلاء احسدهم عليها وايضا صحيح اذا تذكر احنا يمكن في بدايه البطوله رشحنا باريس سان جيرمان انه يكون احد الفرق في المربع الذهبي او في قبل نهائي البطوله ويستحق مشاري للامانه قدم بطوله لغايه الان بطوله ممتازه دخل شباك باريس سان جيرمان 3 اهداف وللحين هو يمكن الفريق الوحيد اللي ما دخل الشباك هدف في الشوط الثاني فبرافو لبلان بدر توا يعطيه 8 من 10 انا اعطيه 10 من 10 لسبب انه حقق المهم والمطلوب على مستوى المباراتين الحين يطيح مع برشلونه القرعه الجايه القرعه تخدم لاعبين ابي يا جماعه طاح مع تشيلسي نعم خليك من مستوى خليك ما يخالف خليك من مستوى تشيلسي العام تاهل من تشيلسي طيب لما سحبوا القرعه في بدايه البطوله يعني من يبي يطيح لا او يعني اقصد من بعد المجموعات من يبي يطيح مع تشيلسي ولاعبين تشيلسي ما تدري متى ينتفضون ولكن لغايه الان ما انتفضوا ولا راح ينتفضون في سؤال من الاردن من الاخ خليل عوض يمسي عليكم ويسالكم عن سبب تطور خليل عوض يصير حق عودة عوض اكيد ولد عمه سبب تطور دي ماريا مع باريس وعودته لمستوى الاستقرار باريس دي ماريا ما عندي ادنى شك انه لاعب ذو موهبة عالية نعم. الاستقرار هو السبب من وجهة نظري لأن شفنا قدم موسم خيالي مع ريال مدريد في تحقيق العاشرة نعم. ثم انتقل بمبلغ كبير لمانشستر يونايتد وأفضل لاعب في النهاية كان. ما استقر في بريطانيا رجع لباريس سان جيرمان وقدم مستوى كبير مشاري مبين مرتاح ما في سواد تحت عيون خلنا نتحرش في عدي شوي تتفقون مع اعداده انه ممكن فتره طويله يغيب عنها تشيلسي عن دوري الابطال انا امس اسولف للربع اقول لهم انه ممكن او تشيلسي لازم يبدي من الان انه يحضر للفتره الانتقاليه الفتره الانتقاليه ممكن تحتاج موسم موسمين ثلاثه نسمع اخبار ان كونتي قد يكون المدرب القادم نعم في اتفاق من بعض الصحف ما ندري مصدرها يعني صحتها هي مصادر مثل اللي يعني مثلا سمعنا شنو مورينيو كونتي كونتي ومورينيو نفس الشيء مع مانشستر ما ندري بس اللي اقصد يعني خلنا نفترض متى سيعود تشيلسي توقعاتك موسم موسمين ثلاثه اتوقع على الاقل يحتاج كونتي موسم وينافس على الموسم اللي وراه يعني ممكن نشوفه بعد موسمين تشيلسي في افضل الامور اتوقع بدر تتفق مع ابو عبد الرحمن موسمين انا اتفق مع ابو عبد الرحمن لان تشيلسي الحين رد الى البوكس الاول اي راح يسوي شيء جديد راح يجهز فريق جديد في عندك لاعبين راح يستغنى عنهم اليوم قريت خبر ان اوسكار احتمال الى اليوفي نعم نعم فهذا الخبر يعني يبونه من الموسم اللي طاف يعني يبونه ما صار لهم فتره واليوم داشين عليه رسمي فراح يصفي عدد كبير من اللاعبين والصين الحين يشيلون الصين الصين عرضوا على اوسكار 75 مليون باجي جنيه و50 لا بس نذكر متابعينا في سؤال الحلقه توقعاتكم لقمم اليوم في اليوروبا ليج ومن سيتاهل والحين نروح معاكم للمباراه الثانيه اللي لعبت امس في دوري الابطال كيكا داخل منطقة الجزاء فرنسية والهدف هدف 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 مع بداية الوقت المضاد جوناس أخيرا انتهى صيامه أخيرا تكلم الهداف البرازيلي وسجل في الدقيقة المضافة الأولى بداية الدقيقة 91 رجعنا معاكم متابعينا امس مباراه لعبه الساعه 8 كانت مثيره في روسيا بنفيكا غلب تاخر امام زينت وعبد الرحمن بهدف الى فوز 2-1 انت توقعت زينت لكن بنفيكا سرق المباراه
للأمانة بنفيكا قدم مباراة كبيرة يستحق التأهل. للدقيقة 85 سجل هدف التعادل، ومن ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 95. تأهل مستحق من وجهة نظري، يعني برافو لبنفيكا، هارد لك اللي زنت. جميل. نذكركم متابعينا في سؤال الحلقة، توقعكم لقمم اليوم في اليوروبا ليج، دورتموند توتنهام، ليفربول مانشستر يونايتد. نوقف معاكم الفاصل ونواصل. في عرين ليفربول، يا سلام، ليفربول الفنان يعطي التاريخ لليفربول في مدينة مانشستر بالذات. الله 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 الله، لا 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 لا، أنطوني مارسيال يقدم بطل الأبطال، يعطي الثلاثية لمانشستر يونايتد في قمة النار. أحمر اللون بسمفونية من أجمل ما يكون، أمسية من روائع ليفربول، من ليفربول المجد، من ليفربول العظمة، من ليفربول التاريخ، من إيفرتون إلى اليونايتد، ليفربول خصمه الأول والأخير. وين روني يشعل الأولد ترافورد ويحرك القمة التاريخية. رجعنا معاكم متابعين، نرحب في كل من يشاهدنا وفي كل من يسمعنا. مواجهة تاريخية تنتظرنا الليلة في الأنفيلد في المرة الأولى في التاريخ، كلاسيكو إنجلترا. تخيلوا ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد، أول مرة يلعب الليلة في تاريخ أوروبا. طبعا التاريخ راح يكون عن طريق كأس الكؤوس الأوروبية، كأس الاتحاد الأوروبي والشامبيونز ليج، والمسمى الجديد لليوروبا ليج اللي راح يلعبون فيه الليلة. أبو عبد الرحمن، قبل لا نبلش نتكلم عن كل فريق ونخصص له جزء، أبي ردة فعلك وقت ظهور القرعة ليفربول أمام اليونايتد. للأمانة مشاري، هي متوقعة حكم أن 16 فريق اللي بقوا. ممكن جميلة لجمهور ليفربول اللي رد الاعتبار الموسمين الماضيين، لأن فان جال ما خسر ضد ليفربول في الدوري ذهاب وياب الموسم اللي طاف والموسم أيضا. وما أظن أن تمنوه يمكن جمهور اليونايتد بحكم ما يعانونه مع فان جال وما يعاني الفريق يعني بشكل عام. ولكن هي مباراة جميلة مثل ما قلت، ديربي، خلينا نقول ديربي شمال غرب انجلترا. خلينا نسأل بدر، كون بدر دشتي كون رئيس رابطة، رئيس نادي مشجعين ليفربول بالكويت، شنو ردة فعلك بعد ما وقعت القرعة ليفربول امام اليونايتد؟ قبل القرعة سألوا كلوب نفس السؤال، قال اتمنى يونايتد يطيحون ويانا بالقرعة. ليش يتمنى اليونايتد؟ اليوم يبين بالملعب ان شاء الله، الرد راح يكون بالملعب ان شاء الله. الرد فان جال فايز 4 مباريات على كلوب، فان جال فايز على كلوب على اليونايتد، على ليفربول في العام كان روجرز، والسنه نعم. باي تشانس فاز دوروني نعم. واللعب كان كلنا وكان الفريق ناقص. اليوم ان شاء الله الفريق كامل والرد راح يكون بالملعب، وان شاء الله راح يكون رد قاسي. قاسي تتوقعه ان شاء الله؟ بنشوف الامر. انا ما الحين نسجل الحلقه اكيد، بعد الحلقه راح تكون معاده، راح يبين، راح تكون معاده بعد نهايه مباراه الليله اكيد. ابو عبد الرحمن، الامر المثير للانتباه ان في 2007 ميلان هزم اليونايتد في نصف نهائي دوري الابطال نعم. وحرمنا من نهائي ليفربول امام اليونايتد. وفي 2008 تخيل تشيلسي هزم ليفربول في نصف النهائي وحرمنا من نهائي ليفربول واليونايتد. تشوفون تقليل الفريقين يعني للفريقين يتواجهون اول مره اوروبيا في اليوروبا ليج وليس دوري الابطال. شوف، مفروض مواجهتهم تكون في دوري الابطال. اول شيء بحكم ظروفهم مشاري ومعانهم من في السنوات الماضيه، اتوقع انك تلتقي في اوروبا هو امر جميل. ما يهم اذا كان الشامبيونز ليج او اليوروبا ليج، الشامبيونز ليج بطوله اعلى من اليوروبا ليج وكلنا نعرف هالشيء، ولكن الفريقين ما قاعد يقدمون مستوى المواسم الماضيه، فمكانهم في اليوروبا ليج الحين نعم تاريخ، نعم الفريقين ما بينهم يملكون 8 تشامبيونز ليج، ولكن الزمان هذا مو زمانهم.
ولا الأداء اللي أدوه في المواسم الماضية في الدوري يأهلهم أن يكونون في بطولة بحجم الشامبيونز ليج. تقلل من أهمية المباراة. لا البطولة. طبعا لا لا، على فكرة يعني غير أن ما تلاقوا في الشامبيونز ليج، آخر مرة تلاقى فريقين في اليوروبا ليج أو الليج أو اليوروبا كاب. نعم. البطولة الأخرى للشامبيونز ليج من 73. نعم. ليفربول التقى بتوتنهام هوتسبير، فهو أمر يعني أتوقع لا أهمية عند جماهير الفريقين، وخصوصا أن هالسنة مشاري البطولة من السنة الماضية غير، الفايز يتأهل دايركت إلى الشامبيونز ليج للمجموعة. معنا اتصال. ألو من مانشستر يونايتد ريد ديفل. حمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي مشاري، ومسي على الأخ بدر والأخ مشعل عنزي. معكم محمد الشمري، الله يحييك. حمد الشمري رئيس تحرير صحيفة الملعب الأخبار الإلكترونية. حياك الله أخوي حمد، ونشرف فيك وكل الشكر لجهدكم والتغطية دائما لمتابعين كرة القدم. تفضل. يعطيك العافية، وحنا من الداعمين لكم وانتم معكم. الله يسلمك. تسلم. تفضل. دام فضلك. أنا والله ردا على سؤال البرنامج، أنا ماني متفائل اليوم صراحة لسببين. لسبب طبعا مانشستر، لأني مانشستراوي. نعم. بسبب وضع الفريق بشكل عام السنة هذه والتذبذب. السبب الثاني صراحة غياب القائد واين روني، هو يعني أهم لاعب بالمباراة هذه بالذات، كونها مباراة ديربي ودوره معنوي أكثر منه ونفسي أكثر منه ممكن فني، لأنه أرقام منخفض مستوى. أخوي حمد، أرقام فان جال ما تعطيك يعني ثقة في ما حقق خلال موسمين أمام يعني ليفربول؟ نهائيا. أنا يعني تخيل المباراة مو متحمس لها حيل، يعني تخيل وصلنا للمرحلة هذه وكثير أغلب مانشستر يونايتد نفسي. نعم. يعني تصريحاته فيها تقليل من احترام للفريق، يعني لما يقول البطولة هذه كبيرة وأملنا ولا تعيشون بالماضي، يعني فيها تغليل. فرق لما السير كان يقول هذه عقاب لنا، أوكي قول بفوز فيها ما بي أخسر، بس لا تتكلم بالأسلوب هذا أنا راحت على الفريق. عموما أنا أتوقع صمت الإدارة منه، والله أتوقع 1-0 ليفربول، لأن من النجم المباراة دخية راح يتألق، راح يخلي يونايتد حي على قولتهم ليل إياب. أنا وتوقعاتك للقمة الثانية دورتموند توتنهام؟ والله أتمنى توتنهام كونه فريق إنجليزي والمقعد الرابع، بس أتوقع يفوز دورتموند، بس إن شاء الله 2-1 وما يحسم التأهل، وإن شاء الله توتنهام يعوض بالإياب. كل الشكر لك أخوي حمد الشمري. يعطيكم العافية. مشكور أخوي مشاري حبيبي. هلا. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 2-2-4-2-1-9-9-6 أو 2-2-3-2-7-5-8-2. Kick off. حتى في هذه الكرة نعم جول. جول أخيرا الفريق الأحمر سجل. بنتيك يسجل الهدف الأول للفريق الأحمر. انتظر جماهير أنفيلد كثيرا حتى أتى الفرج. Hold your head up high and don't. رجعنا معكم متابعينا، وقمة اليوم في اليوروبا ليج وكلاسيكو إنجلترا، ليفربول أمام اليونايتد. شنو التشكيلة اللي تتوقعها اليوم يا بدر؟ أتوقع التشكيلة إن شاء الله راح تكون نفس المباراة السابقة اللي هي مباراة كريستال، في ظل غياب ميلنر اليوم راح يكون من البديل. البديل راح نلعب إن شاء الله 2 بالنص بدال 3. نعم. راح يكون ستورج أتوقع راح يبلش أساسي بدال أوريجي. بدال أوريجي. فان جال أثبت إن عقده ليفربول خلال موسمين. كوتينيو بدال ميلنر. كوتينيو بدال ميلنر. كوتينيو ميدال 4 مباريات حطيت التشكيله خلاص. لا هو هذا المتوقع، هو يعني ذكر ان نفس تشكيله المباراه الماضيه. المباراه الماضيه استرج عاد من يعني او فت انه يلعب هالمباراه. نعم. وميلنر يغيب عن مباراه اليوم، فممكن كوتينيو اللي اراحه كلوب مباراه كريستال بالاس قد يعود اساسي في المباراه هذه. بدر 4 مباريات انتصر فيهم فان جال، تتوقع اليوم شلون راح يتعامل كلوب مع مباراة كونها أول مباراة أوروبية ما بين الفريقين؟ أنا أقول لك الحين صار لنا أسبوع الفريق مشحون. زين، ما تشوفه شيء سلبي؟ كل مباراة قوية. سلبي ولا إيجابي؟ لا شيء إيجابي. كلوب يعرف شلون يتصرف مع اللاعبين. انكتب علينا هالموسم إن نباري سيتي نهائي، أول مرة نلعب ياهم نهائي. نعم. الكارلين كاب.
وانكتب كتب ويانا ان نطيح بالقرعه مع مانشستر. نعم. خسرنا نهائي الكارلين كاب. نعم. الفريقين الحين ينافسون على ان ياخذون مقعد اوروبي حق الموسم الجاي، واللي يكون بطل في اليوروبا ليج يكون بطل يتاهل. مانشستر نعم. عنده تشانس انه يكون الرابع كيونايتد. ايه؟ ممكن ينافس على الرابع. ليش ليفربول ما عنده؟ لا عنده صعب. احنا صعب ان ننافس على الرابع في ظل التوب فور كلهم يبون ياخذون الدوري. ايه؟ ما راح يفرطون بمباراه. فاليوم الفريقين راح ينزلون بقوه، حتى اليونايتد ما راح يفرط ولا يمكن ما راح يلعب على التعادل اليوم. يعني اذا اكل جول راح يرد يهاجم مانشستر. يعني ما راح يعني تقول انه مباراه ممتعه. اذا يبون ان يشاركون بالتشامبيونز ليج الموسم الجاي وان اللاعبين عندهم على قولتهم عندهم امل وعندهم ايمان انه راح يشاركون، راح يظل منافس قوي حق ليفربول اليوم بالانفيلد. مثل ما قال مشعل المباراه مو سهله. اوكي النتيجه انا اتوقعها حق ليفربول، بس دخيه راح يكون نجم مباراه. يعني دخيه كل مباراه اذا انت يشيل اربع كرات. نعم. نقول خلاص راح يدش عليه يمكن جول واحد كل مباراه. جميل. حتى مع الفرق الصغار بالدوري الانجليزي. جميل. معنا اتصال. الو من ليفربول ذا ريد. احمد العصفور مساك الله بالخير. مساك الله بالخير اخوي مشاري. حياك الله يا الحبيب. تفضل حبيبي. امسي عليك ومسي على بدران ومسي على ابو حمني. هلا بالحبيب. مباراه اليوم انا اتفق مع بدر فيها، راح يكون الرد قاسي ان شاء الله. يعني ما تشوف ان المباراه صعبه؟ لا والله مو صعبه، هي ثلاث لعبات كانت مع برندر روجرز وواحده كانت مع كلوب وخسرها وكنا الطرف الافضل. نعم. ف على كلام كلوب والله انا اتوقع مثل بدر رد قاسي، يعني على كلام كلوب ان اليوم كانت اليوم افضل تشكيل حق ليفربول موجود مع كلوب اليوم. كم النتيجه؟ والله اتوقعها يمكن 4-1. ومن النجم المباراه؟ فيرمينيو. والمباراه الثانيه قمه دورتموند توتنهام؟ اتوقع يردها دورتموند، اتوقع يصعد يتاهل دورتموند. يعني مباراه الذهاب كم بتكون توقعك؟ والله انا ما اذكر نتيجه الاولى بس اتوقع. لا هي اليوم لا اليوم مباراه الذهاب. لا دورتموند. اتوقع حل دورتموند. اي هلا ذهاب اليوم اول لعب. ذهاب ذهاب شباب. عبد الرحمن يبوهقنا. كم متوقعها احمد؟ اتوقع 2-0 دورتموند. ومن النجم مباراه؟ رويس. اتوقع رويس او اوباميانغ. جميل يا احمد، كل الشكر لك، يعطيك العافيه على مداخلتك حبيبي. حياك الله. فما الله. رجعنا معكم متابعينا والحديث مستمر عن قمة اليوم ليفربول اليونايتد. أبو عبد الرحمن، تشوف أن ليفربول تطور في الفترة الأخيرة مع عودة المصابين. نعم. هل الشيء هذا راح يكون إيجابي اليوم؟ هل المفروض أنه يكون إيجابي من ناحية ليفربول؟ مفروض يكون إيجابي. مفروض أنه يكون إيجابي، ولكن بتشوف أنه راح يكون تعامل جيد من كلوب. شوف للأمانة مشاري، خلينا نقول الثلث الهجومي لليفربول فيرمينيو كوتينيو لالانا ستورج لاعبين مهاريين بدون أدنى شك، ولكن هل عندهم القدرة أن يقلبون نتائج المباريات وأن يعني يتحملون المسؤولية؟ هذا الاختبار اليوم هو الاختبار الحقيقي من وجهة نظري لليفربول وموسم ليفربول، لأن هذه تشكيلته الأقوى. كلوب هذه تشكيلته الأقوى، وما راح تحصل أفضل خصم من مانشستر يونايتد عشان أن أنت ترجع إلى موسمك ولو أنه متأخر. ما راح تحصل فريق يعني افضل من مانشستر يونايتد ك يعني طبعا الامور التاريخيه اللي بين الفريقين. تتفق مع بدر ان تواجد الفريقين في دوري الابطال هي الفرصه الوحيده انه يكونون بطل في اليوروبا ليج؟ عشان يتواجدون في دوري الابطال لازم بوجهه نظري هي الفرصه الوحيده طبعا. يعني هي لا شوف بدري على الدوري. باجي يمكن تقريبا ليفربول باجي له 10 مباريات، باجي الفرق باجي له 9 مباريات خلينا نقول. واقعيا المفروض انهم ما يتاهلون لا ليفربول ولا مانشستر يونايتد. واتفق مع بدر ان الاربعه اللي في الصداره من بعدهم منو؟ من بعدهم ويست هام. هذول قاعدين ينافسون على المقاعد يعني المراكز الاولى في الدوري، فصعب ان يضيعون نقاط، ولكن ما هي مستحيله حسابيا موجوده. واقعيا اقول لك انتهى موسمهم، فاليوروبا ليج واللي هو ايضا
من وجهه نظري ما هو سهل انك انت تحقق اليوروبا ليج عشان تروح الشامبيون. بدر من اكثر لاعب تطور مع كلوب؟ فيرمينيو. تتفق عبد الرحمن؟ فيرمينيو لاعب تطور بشكل كبير، اعطاه ثقه. حتى الباك الشمال مورينيو يعني اوكي عنده اخفاقات شوي، بس ان الروح اللي قاعد يلعب فيها بالمباراه معطيته باور قوي صراحه. عنده اخطاء بس كل مباراه عن مباراه كيأدي اداء احسن، وفيرمينيو صار عنده ثقه بالباصات بالشوت والرفعات وبصناعه اللعب. قاعد ياخذ كذا مركز، مو مركز واحد، مو ثابت اللاعب مكانه. يعني احنا عندنا هالشيء فاقدينه من زمان صراحه بالفريق، لا مركزيه ولا تحرك، تحرك اللاعب. نعم. يعني المباراه اللي طافت اوريجي يسحب دفاعين يفضي مساحه حق فيرمينيو، هذا فاقدينه. بنتيكي ما كان موجود، بستورج مو موجود. نعم. بسواريز مو موجود. هذا اوريجي قاعد يتوظف صح بالملعب. سواريز كانت تجي له كور مقشره او ينزل النص يستلم. لا بس سواريز يعني عنده التحرك، بس فيرمينيو قاعد يصنع لك فرص، يعني من لا فرص على قولتهم. وقاعد يصنع اهداف وقاعد يسجل اهداف وقاعد يربك الدفاعات. اوريجي قاعد ياخذ دور انه يسحب مدافعين على الاطراف، يفضي مساحه حق اللاعبين اللي بالنص يدخلون ونصنع اهداف منها. عنده تعليق. كل اللاعبين تطوروا في وجود كلوب ما عدا منيلي حارس المرمى. هذه صحيحه. صحيح، كلهم تطوروا منيلي. نعم. مستوى من دروب الى دروب اخر. ناخذ المتصل. برنامج كيك اوف. مشجع نادي باريس ابو عبد العزيز، مساك الله بالخير ونقول لك مبروك التاهل. الله يبارك فيك، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور يا حبيبي، تفضل. ما ادري بشاري سانس ولا ضايق خليك. اكيد لا، قلت لك راح اتعاطف معاكم بعد. لا لا قلت تشيلسي. يا حبيبي عبد الرحمن توقع 2-1 تشيلسي. لا بس انت قلت العاطفه اكثر من تشيلسي. اي قلت لك ممكن بعد الاتصال. عبد الرحمن لكل شيء. عبد العزيز بعد الاتصال انا غيرت رايي. ابغى المسكين والله. حبيب عبد العزيز، شلون شفت مباراه امس؟ والله شوف مثل ما قلت لك، المباراة كانت صعبة. تشيلسي كان الشوط الأول كان صراحة يعني ند. كوستا كان أمس من فعل يعني كان صراحة خطر، لكن للأسف ما عنده مجموعة ختمته. يعني رغم أنه كان يحاول وايد، هو ويليان يعني، بس اللي كان مجتهدين أكثر شيء. عبد العزيز من كان نجم المباراة أمس؟ أنا أمس قلت لك أمس تذكر كلامي شنو قلت لك؟ برانوفيتش. قلت لك برانوفيتش ودي ماريا، وفعلا هذين الاثنين يعني كانوا مبدعين يعني. صحيح. برانوفيتش أمس كنا عمره 25 سنة ما شاء الله عليه، يركض في كل مكان. توقعك لقمة اليوم ليفربول اليونايتد؟ ليفربول يونايتد، والله شوف هما يعني ليفربول صح شوي من بعد مباراته مع السيتي كردها. طبعا اثنين فريقين كبار، لكن مشكلة يونايتد فريق صراحة مدبب يعني مانغال، يعني مفروض دمر الفريق وكره الجماهير بالفريق. عطنا توقعك. والله شوف صعبة، بس أتوقع يعني يمكن ليفربول يمكن يفوز. كم؟ 1-0. من نجم المباراة؟ والله أتوقع فيرمينو أو كوتينيو يعني. جميل، كل شكر لك أبو عبد العزيز، يعطيك العافية على المداخلة. ما بيسر. فهم الله. كيك أوف. يا ولد روني الجولدن بوي. الجولدن بوي أمام ده، هو وين روني؟ يا لمستك الحلوة، يا تحركك الرائع، يا عرضيتك الجميلة يا مارسيال، ولكن روني لمسة ايه، واحساس جميل ومتعة كبيرة بهدف تقدم ليأتي هنا في الدقيقة 77، والروني اخيرا يسجل في الدوري منذ ان سجل اخر مرة امام ايفرتون في 17 اكتوبر. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 22-421-996 أو 22-327-582. رجعنا معكم متابعينا
البعض يسأل في تويتر ليش اليوم ضيف من ليفربول. المباراة اليوم في ملعب الأنفيلد، وبإذن الله الخميس القادم راح يكون ضيفنا مانشستراوي. تم الاتفاق معاه يعني، تم الاتفاق بس ما راح نقول لكم الاسم، راح يكون موجود أنا عشان نصير شوي ندية. لا ما راح أكيد تشرف ويا ما يصير تشرف. أتوقع تواجدك راح يحكم نتيجة اليوم بدر. على شغل فعليك أنا أكيد. أطلع حتى لو خسرانين طلعت مقابلات وايد أكيد. فنقال صرح وقال لا أعلم لماذا ينظر الإعلام الإنجليزي لأوروبا ليج بنظرة سيئة. أبو عبد الرحمن الكل مهتم في اللقاء الأكبر في إنجلترا، رأيك بكلامه تصريحه؟ شو يقصد في اللقاء الأكبر في إنجلترا؟ يقصد هو أن الإعلام الإنجليزي يقول أن بطولة في أوروبا ليج بطولة ضعيفة، مو بحجم اللقاء الأكبر في إنجلترا يقصد، يعني المفروض إنه يعطون اهتمام أكثر للمباراة والبطولة طبعًا طبعًا بشكل عام. مشاري البطولة كنت راح أتفق مع تصريح فانغال، أو كنت راح أتفق مع الإعلام أو الصحافة الإنجليزية لو كانت قبل سنتين أو ثلاث، إن صاحب أو بطل اليوروبا ليج راح يظل يلعب اليوروبا ليج الموسم اللي وراء. الحين لا، المركز مؤهل إلى الشامبيونز ليج لا وإلى المجموعات، يعني حتى تصفيات ما تلعب. ف تأهلك وانت ممكن تكون خامس سادس سابع في جدول ترتيب الدوري هو ايضا انجاز، ومن وجهة نظري يمكن اكبر من حجم بطولة اليوروبا ليج، فيجب على الصحافة الانجليزية ان تعطيها اهتمام. وانا اتفق مع فان جال، اليوروبا ليج من السنة الماضية بطولة غير، نعم كانت بطولة ممكن تحصل حاصل، بس السنة لا، من السنة الماضية من وجهة نظري لا، البطل يفوز انه يكون في الشامبيونز ليج، اكبر بطوله من وجهه نظري في العالم. بدر ايش رايك في راشفورد الشاب وتالقه في الفتره الاخيره، تخشى منه الليله؟ والله شوف هو على قولتهم نزل المباراه وادى حط له جولين، المباراه اللي بعدها كان نجمها اللي ضد الارسنال، رب ضاره النافع حق مانشستر صارت ان اصابه روني واصابه مارشال اعطت فرصه حق راشفورد. الربع قام يسمونه رشود بالديوانيه المانشستراويه، شو يسمونه؟ رشود اذا راشفورد رشود اكيد تهلا، ممكن يسجل. يعني شوف احنا عندنا مشكله بليفربول، اي لاعب مو مسجل صار له فتره يقول علينا. لا بس هذا مسجل في اوروبا ليج ومسجل في الدوري، احنا ممكن يقول عليك. بدر الحين توقعك مع ليفربول وكانك تخشى اليونايتد. لا لا مو اخشى، يعني انا قاعد اعطيك ارقام، اعطيك الارقام اللي قاعد تصير ويانا، خصوصا في ظل تواجد اسوأ لاعب عندنا بالتشكيله كلها من يولي. يعني حتى اذا الدفاع زين، شنو هذه اعذار يعني؟ متعامل على من يلي اعذار يعني؟ انت اكثر واحد متعامل على من يلي. من يلي حارس بدر تشوف اعذار يعني؟ ما اقطع كلام. لا ما احنا فايزين اليوم، انا قايل فايزين خالصين من المباراه. انا اشوف انه اليونايتد راح يقدم مباراه كبيره، لانه ما قال ان شاء الله راح خالصين ان شاء الله. اذا ما في احد هنا يمثل اليونايتد وابو عبد الرحمن محايد، انا اقول لك ان اليونايتد مع احترام الكبير يا جماعه ترى قبل الهوى قال كلام ثاني يعني، بس بالنسبة لي لازم على الهواء نكون مع الفريق الند. أبو عبد الرحمن، اليونايتد طلب من الاتحاد الأوروبي عدم السفر إلى ليفربول قبل المباراة بيوم، كما تنص لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي والسفر اليوم الخميس للحصول على حصة تدريبية إضافية في مانشستر، رأيك بتصل؟ وهو شيء يعني مستحق. عدي يسمحوا لهم؟ يسمحوا لهم أتوقع، يسمحوا لهم يسمحوا. المسافة مشاري ساعة إلا ربع، فهي ما في مسافة أساساً يعني، وراح تكون يعني تعطي من وجهة نظري استقرار أكثر للفريق، وأنه ينتقل من مانشستر دايركت إلى المباراة، ما يروح يبات ليلة في ليفربول، خصوصا أن المسافة ما هي بعيدة. جميل، معنا اتصال. ألو من ريال مدريد مع رينجي. أحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والسلام عليكم جميعا، ويعطيك السلام ورحمه الله. صديق البرنامج بسميك احمد، وين ما شارك صار له يومين غايب، بس الظاهر يشوفنا يسمعنا حبيبي احمد. والله انا عن نفسي طبيعي اسمعكم يعني، ولكن مشاركات اكون يعني احب اشارك بالمكان اللي انا ابي او بالموضوع اللي حاب اقوله. اكيد ليفربول اليونايتد. اخوي بدر خلاني ادق صراحه، انا سالته سؤال قلت له منو اللي تطور؟ قال اللي تطور عندنا فيرمينو ومورينو. انا احب اقول لك ان فيرمينو ومورينو ولوغرين اللي قاعد تشوفونهم انهم زينين، هم ما تطوروا، الفرق الوحيد ان كان ماسكهم متدرب وياهم مدرب بس. لا يتفق معك بدر، اتفق وياك 100%. هذا اللاعبين زين، هو بدا يرد نفس ما كان يلعب بالدوري الالماني، بس قاعد ينجح ما عنده مشكله. رايك يعني من اللي تطور معك لوب احمد؟ شهرين ما يطور اي لاعب محترف، كلاعب محترف ما يطور. جميل، توقعاتك لاعب ناشئ، توقعاتك القمه؟
توقعاتي للقمة. ليفربول رب رمية من غير رامي، إصابة ميلر هذه أثناء خيرة صراحة. أنت من طريقة كلامك ليفربولي يا أحمد. أنا ليفربولي بالدوري الإنجليزي. إيه حاطين لك موسيقى ريال مدريد ومدريدي. شوف أنا مدريدي الهوى من أيام ريدندو ومياتوفيتش وشوكر. ما أغير الفريق. بس من لأن أنا أعشق منتخب إسبانيا على فكرة أبو محمد. تفضل. منتخب إسبانيا لما كان نلعب 2005 نلعب بلاي ستيشن أول ما نزلت بلاي ستيشن 1. نعم. فكنا قاعد نلعب بلاي ستيشن، ربع يقول لي شنو من يشجع إسبانيا؟ نفس واحد يقول لك احنا نشجع السويد. كنت شجع ليستر يعني اكيد ميولك في اليورو مع اسبانيا. نعم مع الفرق الاسبانيه، ولكن ليفربول حبيتها. وان شاء الله يا احمد نكون متواجدين معاكم في اليورو باذن الله يا رب ان شاء الله. عطني توقعك بخصوص القمم. بالنسبه لي قمم اربعه مو اثنين وما هو عن صراع، ولكن بالفعل قمم اربع قمم. نعم. فالنسيا برا ارضه راح يحقق تعادل باذن الله مع بلباو. نعم. فياريال راح يفوز على ليفركوزن في فياريال. نعم. دورتموند راح يسحق توتنهام لسبب معين. ثلاث ركائز اساسيه، داني روز، داير اللي قاضب النص صراحه، وديلي الي هالمتفجر، ما هو متفجره، غايبين عن المباراه كلهم بلندن. عطنا احمد عشان نختم فيك توقعك لليفربول واليونايتد باذن الله. واحسبها علي 3-1. لا 3-1 وبطل المباراه ديخيه. 3-1 وبطل المباراه ديخيه. كل الشكر لك يا احمد، يعطيك العافيه على الداخل. فما الله. كيك اوف. هدي 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 الليفر يا متحدي. كبير مدينة مانشستر يشعل النار في عرين ليفربول. يا سلام، او ليفربول الفنان يعطي التاريخ لليفربول في مدينة مانشستر بالذات. الله 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 لا 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 أنتوني مارسيال يقدم بطل الأبطال، يعطي الثلاثية لمانشستر يونايتد في قمة النار. أحمر اللون بسيمفونية من أجمل ما يكون. أمسية من روائع ليفربول، من ليفربول المجد، من ليفربول العظمة، من ليفربول التاريخ. من إيفرتون إلى اليونايتد، ليفربول خصمه الأول والأخير. وين روني يشعل الأولد ترافورد ويحرك القمة التاريخية. 1 2 3 4. بدر لاعب تراهن عليه من ليفربول اليوم. دانيال ستورج. دانيال ستورج. عبد الرحمن. كوتينيو. فانجال سيصبح أول مدرب عبد الرحمن في مانشستر يونايتد إذا هزم ليفربول اليوم، يفوز في 5 مباريات متتالية، وهذا رقم جديد. رقم جديد والأمانة يحسب لفانجال. راح يفوز يعني؟ الله أعلم. يحقق الرغم ولا لا؟ ما أدري، ما أظن. ليش ما جهت اليوم؟ لا تصير حيادة. لا 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 توقع أبو عبد الرحمن دائما عودنا في الواقعية. لا 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 إيه؟ ليش؟ ليش ليش عطني انت سبب واحد ان مانشستر يكون افضل من ليفربول اليوم؟ لا انا ابي توقعك. لا انا قاعد انا اوجه لك السؤال. انت وجهت لي وقلت لك لا، قلت لي ليش. انا قاعد اقول لك انت عطني سبب ان مانشستر يونايتد يكون افضل من ليفربول اليوم ويحقق الفوز. كره القدم دروس اللي هو الامر مو شرط اللي يكون افضل يفوز بالمباراه. 100%. ممكن يونايتد اليوم ما يكون ويخطف المباراه. احنا قاعد نتكلم عن واقع. نعم واقعيا. واكثر من سبب. سبب اي واقعيا. واقعيا خلك من كره القدم، الكره دواره والكلام. نعم. هذا كله المباراه اللي طافت مثل ما ذكر بدر في ما دوري كان واقعي. لا كان ليفربول افضل وفاز اليونايتد. ما كان واقعي. ممكن اليوم شوت اون تتكرر. ممكن جدا. هذا انت قصدي. سالتني قبل المباراه عن توقعي. ايه؟ هل راح يحقق؟ قلت لك لا. قلت لي ليش؟ قلت لك الواقع يقول ان ليفربول وعوده المصابين افضل. فهذا الواقع هو كله. نعم. تنبؤات في النهاية. هي على حسب المعطيات قاعد نحكم طبعا، ولكن لا متوقع انه يمكن مانشستر يونايتد يفوز 7-0. صح؟ ممكن ولا مو ممكن؟ هذا لا 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 متوقع. لكن يفوز 1-0 ولا 2-1 هذا لا متوقع. ممكن جدا. لا من ظروف المباراة من قبل المباراة مشاري انت محبكها جدا. لا لا انا اقصد توقع انت تخلق لا لا. تخلق مادة من لا شيء. انت سالتني هل ممكن توقعك. إيه انا قلت لك لا. بس قلت لي ليش. انت سؤالك ليش. ليش السبب هي عشان توضح لنا السبب. قلت لك ان ليفربول اجهز من مانشستر
يلعب على أرضه وبين جمهوره. صحيح. عودة المصابين. وهذا اللي أيضاً التشكيل. توضيح. أنا قلت لك مش بس. فيها ثار اليوم. فيها ثار. شنو هي النقطة القوية اللي تشوفونها ممكن تعطي أفضلية لليونايتد على ليفربول اليوم؟ إيه. بس تألق دخية. هذا اللي تألق دخية. دخية وماته. ماته ممكن يكون لا نقطة أو يعني لا بصمة. خصوصاً آخر ثمان مباريات لعبها ضد ليفربول شارك ثمان أهداف. صانع. خمسة وسجل ثلاثة. فهو يعني دائما ما يبرز. وأيضا عودة سمولينج اليوم كقلب دفاع أمر مهم جدا لمانشستر وليفانغال. سمولينج احتمال ينطرد اليوم. معنا ألو من مانشستر يونايتد ريد ديفل. حسن مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. السلام عليكم شباب. السلام ورحمة الله ورحمه. مسي على ضيوف الكرام بخير ويعطيكم العافية. شحنتونا مبكر حق المباراة. ياك الله. توقعك المباراة؟ والله عاطفيا ان شاء الله اليونايتد. عاطفيا. منطقيا احنا مجاهدين كلش للأسف يعني. انت ثاني متصل من اليونايتد وكان عنده يعني ارتباك من المباراة. يا أخوي اليوم أنا قاعد بالدوام أغلب الشباب يشجعون برشلونة ويعني اجتماع بسيط قاعد نسولف عن الأفريقيا يعني ما حد من اللي يشجعون يونايتد متفائل. ما حد. هذا أخوي أبو علي نفس الكلام هذا كان منطبق قبل مباراة أرسنال. كل ما أسأل مانشستر يونايتد يقول أنا مو متفائل. أخوي بالدوانية بالدوام كل مكان يعني كلهم حتى الربع اللي كانوا حاضرين المباراة من رابطة مانشستر منطقيا ما كانوا متفائلين. منطقيا ليفربول أحسن منه حاليا. منطقيا صراحة. توقعك يعني حسن. توقعي تبي عاطفي ولا الواقعي يعني؟ واقعي. الواقعي واحد عادل واحد واحد صفر صفر. أنا لأن احنا اليونايتد مهما كان ليفربول عندنا غير راح نطلع الأكاديمية أفضل من الأساسيين عندنا حاليا. جميل. ما أعطيك عذر إن عندنا إصابات. منو راح يكون نجم المباراة؟ يظل يونايتد يعني. نجم المباراة. نجم المباراة أعتقد إن شاء الله راشفورد. جميل. كل الشكر لك يا حسن على المداخلة. سلمك حبيبي. مع السلامة. لا يمكن لهذا الفريق أن يسير وحيدا. تكاد بأن تستمع إلى دقات قلوب الجماهير الليفربولية وهي تنبض وأنت تقترب من الأنفل. الأدرينالين في قمة مستوياته والأجواء التفاؤلية لم تتواجد بهذا الشكل هنا منذ عقدين من الزمن. لن يهدأوا حتى يستردوها. لن يهدأوا حتى يستعيدوها. ليفربول لا يعرف إلا أن يكون سعيدا. لا يعرف إلا أن يكون سعيدا. رب ضارة نافعة. رجعنا معاكم متابعين. نرحب في كل من يشاهدنا وفي كل من يسمعنا. بدر كلوب صرح وقال الجماهير لديها دور كبير في اللقاء. نريد أن نتفوق على جماهيرهم. فلو لم تكن الجماهير مهمة للقاء في حديقة عامة يعني كان يقول لعبنا في حديقة عامة. لعبنا في حديقة عامة موجود الكلمة دائما. المباريات أوروبا يعني أنا اليوم أشبه المباراة مو مباراة أوروبا كاب لا أشبهها بشامبيونز ليج. كان يشحذ الهمم يعني بالتسجيل. اليوم شامبيونز ليج راح يكون أتوقع صدى الجمهور اليوم راح يكون نفس لعبتنا مع السيتي قبل موسمين اللي فزنا فيها 3-2. نعم. اليوم الجمهور راح يأثر بشكل كبير. الأجواء بالأنفيلد راح تكون أجواء أوروبية بحتة. يعني اللي راح يحضر مباراة اليوم راح يستمتع. اليوم راح جسمه راح يقشر. أنا الحين قاعد أحاكيك وكذي جسمه. عرفت يعني هني الشباب اللي راحوا حق المباراة الصراحة. نعم. اليوم يعني هنيالهم. جميل. أبو عبد الرحمن لاعب تراهن عليه في اليونايتد. دخية طبعا واحد وقلت لك ماتة. الاثنين تاريخهم مع ليفربول وغير ليفربول يعني قاعد يقدمون
مباريات كبيرة، خصوصا دخية مشاري اللي هو من أفضل حراس الشباب في العالم، والمستقبل أمامه. وللأمانة مانشستر يونايتد يعني تعاقد مع حارس كبير وقاعد يقدم مستويات خيالية. حكم اللقاء هو الإسباني كارلوس فلاسكو، في آخر 10 مباريات لا رفع 63 بطاقة صفراء وست بطاقات حمراء. تتوقعون في طرد الليل عندك؟ أنا أتوقع في طرد سمولينج اليوم. سمولينج؟ سمولينج. لا ما فيها طرد. ما فيها طرد. الإلغاء راح أذكركم راح يكون الساعة 11:05 من تعليق المعلق الغدير حبيب الدراجي. توقعاتكم لنتيجة المباراة. واقعي خلك. واقعي؟ 3-1 ليفربول. 3-1 ليفربول، هذا واقعي. بدر رئيس رابط رئيس مشجعين نادي هذا الواقع. نعم أبو عبد الرحمن. الواقع يقول 1-0 ليفربول. 1-0. زين يصير اتوقع معاكم؟ اي خذ راحتك. انا اتوقع معاكم النتيجه 1-1. عدي عدي وين لا تروح عدي كم؟ عدي 2-0. مصطفى عدي بلش البرنامج كم مصطفى؟ 1-0. ما شاء الله عدي قال 4 قبل الهواء. عدي قبل الهواء 4 اي تحت الهواء بعد الاذان قال 3 قبل المباراه كان يسويها. لازم تشوف تغريداته، لازم دعوه انكم تشوفون تغريدات عدي عوض معنا اتصال. Hello, my Liverpool, the Reds. لاعب منتخبنا السابق ولاعب نادي العربي السابق الكابتن مالك القلاب، مساك الله بخير ابو احمد. ابو محمد مساك الله بخير. الله ومسي حبيبي ومسي على ابو عبد الرحمن وعلى اخوي بدر. نعم انا ما ابي، انا ادري ان احنا بالفتره الاخيره، لكن خلينا نختصرها. بس ابي اروح دي ماريا اللي شغله واحده، بوجود مانشستر او وجود ريال وتالقه حاليا بباريس. سبب واحد هو واضح، صلاحيه اكثر لدي ماريا، مساحات موجودة خالية داخل الملعب قادر يستثمرها اللاعب. لكن لما كان بريال ما كانت عنده المساحة واحدة اللي هي الجناح الأيسر، نفس الشيء نفس الصلاحيات في فانجال كان ما يعطي المساحة المفتوحة. لكن ويا باريس شوف اليوم تلقى مرات بالعمق أقصى اليمين. بس أبو أحمد تألق مع الريال دي ماريا، تألق فترة بسيطة بنوعية المدرب، لكن ما بعد ذلك بالفترة الأخيرة تهجمت صلاحيته وكانت الأمور، وبالذات أنت تدري نعم بيل ذاك الوقت هو حاضر. أعتقد الصلاحيات انسحبت من دي ماريا. دي ماريا دائما لما تعطي حتى ويا المنتخب الأرجنتيني بوجود ميسي كانت لا صلاحية ويلعبون دويتو هم الاثنين، يعني داخل الملعب لهم مساحات مفتوحة. باريس أعتقد المساحات كانت معطاة بشكل أكبر له عشان جميل. اليوم وضحت نقطتك هنا يا أبو أحمد. كلمنا عن مباراة اليوم ليفربول يونايتد. أنا يعني أنا بعيد عن العاطفة، يمكن نقول بدر أنا ليفربولي بحت وتدري من أوائل الثمانينات إحنا نشجع ليفربول، لكن أنا أقول لك اليوم شلون نقيسها. إحنا نقيسها اليوم كلوب لما نخسر نهائي الكأس أمام مانشستر سيتي كان له تصريح وايد صريح، ويوم أنا كنت متشرف وياكم وقلت لكم راح يكون رد خاص. نورتنا بالاستديو أبو أحمد. من الصعوبة كلوب طبعا هي عن كرة القدم ما حد يعلم غير، لكن أنا أقول لك نوعية نفس كلوب من الصعوبة إن الفريق اللي واجهه وخلال فترة بسيطة يرد يواجهه إن يعني يخذله. أعتقد اليوم كل الأدوات مهيئة حق ليفربول، وأنا أتفق وياك أخوي أبو محمد إن البطولة هذه لا واحد مثل قال هذه المفروض كان يقول ما يقول مباراة كبيرة، المفروض يقول بطولة. لا هي كبيرة، وبوجود مثل ما قال أبو عبد الرحمن اليوم في أهلك إلى دوري الأبطال، وأحوج ما يكون ليفربول إنه يكون بدوري الأبطال الموسم القادم. نعم. لأن هي عملياً يعني عملياً أثناء الحين بالواقع ليفربول بعيد عن المركز. نختم في توقعك. اتمناها تمني وتوقع تمني اكيد اني انا اتمناها ان شاء الله فوز ليفربول. اتوقع انا اقول راح تتعدى 1-0 ونجم اللقاء 2-1 ممكن 3-1 نجم اللقاء. انا رايح على كيتينيو نتبع عبد الرحمن. جميل كل شكر لك ابو حبيب كابتن مالك حبيب حبيب امور. ألم أقل إنهم لا يستسلمون، في المجد لا يفردون، لا يخافون، لا يرهبون، لا يرعبون، لا يخسرون، لا ينهزمون، لا يتشائمون، للروعة مسجلون. مانشستر يونايتد يسجل حضوره ويسعد جمهوره في موعد كل المواعيد، أولد ترافورد باشتعال، يونايتد حاليا عال العال. يا لخرافة كرة القدم. كيك أوف. كرة! يا سلام يا سلام!
قمة ثانية تنتظرنا الليلة متابعينا في اليوروبا ليج. توتنهام يرحل لمواجهة دورتموند في ملعب دورتموند. توقعاتكم مباراة؟ تشوفون مباراة جميلة، مباراة راح تكون متحفظة، ونتيجتها؟ قمة أخرى مشاري من وجهة نظري في اليوروبا ليج. هذا رد على أكبر الناس اللي يقولون اليوروبا ليج ما هي بطولة قوية. شوف من يلعب بعد اليوم. نعم. الساعة 9 أنا مضوضين في مباراتين اليوم، ولكن يعني ممكن أن وجهة نظري أن توتنهام لو يخسر نعم في المباراة ويخرج من البطولة ما هو خسران عشان يركز على الدوري. كم توقعاتكم بدر؟ أنا أتوقع 2-1 دورتموند. أي بس عاطفيا مع الإنجليز. جميل. في لقاء مانشستر ثاني انجليزي بلباو فرنسي يا ابو عبد الرحمن. هذه أما اتوقع مباراه جميله مشاري في السان مامس. في السان مامس لا بلباو. نعم. على ارضه وبين جمهوره بلباو راح يكسحون. بقيه اللقاءات ابو عبد الرحمن كنا عندك فنربخشه وسبورتنج براغا، شختار واندرلخت، بازل اشبيليا، سبارتا براغ ولاتسيو، في ريال وبايرن ليفركوزن. معنا اتصال نقول الو. الو حياك الله يا مشعل. الله يحييك يبجيك. الله تفضل مشعل محايد. اي نعم حياك الله يا مشعل تفضل. الله يحييك دام فضلك. تحيه لك اخ مشاري وتحيه حق الكابتن السمي وتحيه حق الكابتن بدر وجميع العاملين بالبرنامج. الله يسلمك. ترى باقي دقيقه مشعل يعني ناخذ توقعك على السريع. اي ما راح اطول وياكم. ليفربول ومانشستر. ليفربول كم؟ 2-1. ومن نجم اللقاء؟ دخيه. وتسمحنا نقول لك يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكور مشكور يا مشعل اول عمرك. حياك أبو عبد الرحمن. وصلنا للختام. نشكر رئيس مشجعين نادي ليفربول بالكويت بدر دشتي، كل الشكر لك على حضورك. أشكركم صراحة على الاستضافة، والنقاش كان شيق، والصراحة الاستوديو بارد تمام. الله يسلمك مشعل عنزي. الله يعطيكم العافية. نشكر بدر وأشكرك وأشكر الأخوان والستاف. نعم الشكر لكم متابعينا على تفاعلكم. شكر موصول لكم من مخرجين التلفزيون الكباتن للأمانة. شكر لمجهودهم الكبير. شكر لكل المصورين. فشكرا للمخرجين، مخرجين التلفزيون جمال عازمي، نواف الجريد، عبد اللطيف رمضان. وشكرا لمخرج الإذاعة خالد ملك. وشكرا مني أنا شخصيا مشان الخزيم. موعدنا يتجدد بإذن الله يوم الأحد. نقول لكم في أمان الله. Kick off.